بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الصلاة هي معراج العبد إلى ربه، وهو الحوار الذي يعقده الإنسان مع ربه في اليوم مرات عديدة، وهي نور كما أخبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. فالصلاة نور في حياتك كلها، نور في قلبك، ونور في وجهك، وسعادة وطمأنينة وقرة للعين، كما أخبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن من أنوار الصلاة أنه إذا أصاب الواحد منا هم أو قلق أو توتر أو نوع من أنواع الاكتئاب أو غيره من مصائب الدنيا ومما يصيب الإنسان من بلواها، يفزع مباشرة إلى الصلاة ليقف بين يدي ملك الملوك جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى صلى الله عليه وسلم. يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن الراحة والطمأنينة والسكينة والسعادة في الدنيا والآخرة هي في الصلاة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لمؤذنه سيدنا بلال: يا بلال، أرحنا بها. فالراحة والطمأنينة في الصلاة، بل كل خطوة في الصلاة تخطوها إليها، كل فعل قبل أن تقدم على الصلاة نفسها، هو نور لك ومداد لك في الدنيا والآخرة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه كيف يعرف المؤمنين من أمته، فقال لهم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والغرة هي النور في الوجه يوم القيامة من الوضوء. بل عندما تتوضأ ثم تخرج من بيتك إلى المسجد، فكل خطوة تخطوها هي نور لك، كما أخبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فنحافظ على الصلاة حتى تكون لنا نورا في الدنيا والآخرة، ونسعد بها في الدنيا، ونحظى بلقاء الله جل وعلا وبالنظر إلى وجهه، والسعادة بالبشرى العظيمة يوم القيامة. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم القبول.